موجز والأخبار أقدمه لكم من راديو أم. أهلا بكم. انطلقت صبيحة اليوم الأحد أشغال تهيئة جسر تسلل المرجى ببئر توتا، وقد تم تضييق على حركة السير في اتجاه الجزائر البليدة، والذي سيتواصل إلى غاية يوم غد الاثنين. في أخبار محاكمات سجناء الرأي، سيمثل للاستئناف معتقل الرأي الإعلامي شمس الدين اليوم الأحد أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء برج بوعريريج. وفي مستغى نمسا، يمثل والموقوفون تحت النظر محمد الأمين قولو، قاسم زروال وأسامة طيفور وتسعة أشخاص آخرين تم إطلاق سراحهم سابقا، سيمثلون اليوم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة مستغى نمسا. وقد تم إيقاف بعد الوقفة التي نظمت في وسط مدينة مستغى نمسا ليتم وضع ثلاثة أشخاص تحت النظر وإطلاق تسعة آخرين مع استدعائهم للمثول أمام وكيل الجمهورية. في خبر آخر، ستقوم وزارة الموارد المائية إشراك المؤسسات المصغرة بغية تحسين الخدمة العمومية في التزويد بالمياه حسب ما أفاد به بيان الوزارة أمس السبت. وسيتم تسخير 300 مؤسسة مصغرة لصالح قطاع الموارد المائية، ومن المنتظر إمضاء العقود بين هذه المؤسسات والجزائرية للمياه خلال الأسبوع القادم. تعرضت عديد الحسابات البريدية لعمليات خصم من أرصدتها دون تسلم المبالغ المطلوبة، ووجد مواطنون أنفسهم مديدين لبريد الجزائر بمبالغ كبيرة تفوق حتى قيمة الأرصدة التي كانوا يملكونها، وسط تساؤلات إن كانت هذه الحوادث سببها خلل تقني أم أنها بفعل فاعل، خاصة أنها وقعت في عز أزمة السيولة. وأفادت مصادر ببريد الجزائر أن هذه الظاهرة لوحظت يوم 26 أوت الماضي، بعد أن تعرضت شبكة المؤسسة لضغط هائل جراء الطلب الكبير للمواطنين على الأموال والطوابير التي تشكلت في مختلف المراكز ومكاتب البريد. في ليبيا، عينت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس وزير دفاع ورئيس أركان الجيش جديدين بعد ساعات من تعليق السلطة المعترف بها من الأمم المتحدة عمل وزير الداخلية فتحي بشاغة، إثر إطلاق نار على متظاهرين سلميين في الاحتجاجات الشعبية على سوء الخدمات العامة والظروف المعيشية في ليبيا. بهذا أصل معكم إلى ختام الموجز. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا الإلكتروني راديو أم فو أنفو. إلى اللقاء.